قد بلغ الشوق بنا مدى ونار. بداية نرحب بحضور سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد الخاقاني حفظه الله تعالى، يشرفنا في هذا المجلس المبارك. صلوا على محمد وآل محمد. إخواني مرة ثانية، إذا تتقدمون أكثر إلى الأمام، رحم الله من قام للذكر القائم من آل محمد. تقدموا إلى الأمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. وإن كان أتعبناكم، إذا ما في زحمة أيضا تتقدمون إلى الأمام. رحم الله من قام لذكر القائم من آل محمد. هذه الآية الكريمة تتحدث أولا عن دور الأنبياء والمرسلين، ومن ثم تبين أن الصالحين من الناس يتصفون بصفتين: الصفة الأولى صفة الإيمان، والصفة الثانية هي صفة الإصلاح. نتحدث أولا عن الصفة الأولى ومن ثم نتحدث عن الصفة الثانية. أما بالنسبة للصفة الأولى وهي صفة الإيمان، فالآيات الكريمة والروايات والأحاديث الشريفة المعتبرة تبين أن من ينتمي إلى الإسلام وتترتب عليه آثار هذا الانتماء في كثير من الأمور،
ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول المسلمون الذين آمنوا، يعني الذين دخل الإيمان في قلوبهم. والقسم الثاني المسلمون الذين لم يؤمنوا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. قال تعالى في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الآية الكريمة تقرر أن هناك جماعة من الذين انتموا إلى الإسلام وادعوا الإيمان هم من المسلمين، ولكنهم ليسوا بمؤمنين ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، لكن الإسلام يثبت لهم أو القرآن يثبت لهم صفة الانتماء إلى الإسلام. وعلى هذا فمن المهم أن نبحث كيف يتحقق الإيمان، كيف ينتمي الإنسان إلى الإيمان، ما هي الشروط وما هي الأمور التي بها يتحقق الإيمان. المستفاد من الأدلة أن هناك أمور معينة هي من مقومات الإيمان، وإذا فقدها الإنسان لا يكون مؤمنا، يكون مسلم، لكن بفقدانها لا يكون هذا الإنسان من المؤمنين، وعمل هذا الإنسان لا يكون كعمل ذلك المؤمن الذي تتوفر فيه تلك الصفات، ولا ينطبق عليه أيضا قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كما تفيد ذلك الروايات الصحيحة التي قد نتعرض لها. الصفة الأولى يجب أن تتكون لديه حالة نابعة من القلب، بحيث تكون مشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان تجاه أي شيء نابعة من تلك الحالة، نابعة من تلك الحالة. لازم عنده حالة معينة تنبعث من قلبه، تلك الحالة هي التي تكون منشأ مشاعره الأخرى. يعني بعبارة أخرى، تلك الحالة لا يوجد ما بإزائها، وإنما تلك الحالة هي التي تتولد منها مشاعر الإنسان، يعني وبالتالي أفعال الإنسان. هذا الأمر نتيجة أهميته نجد في الروايات الصحيحة أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام اعتبروا الإيمان هو عبارة عن الحب والبغض. ولذا في هذه الرواية الصحيحة الفضيل بن يسار يقول: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن الحب والبغض، أمن الإيمان هو الحب والبغض من الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ أصلا الإيمان مو شيء آخر، يعني وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ثم تلا هذه الآية: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن يجب بناء هذه الحالة، ويجب بعد ذلك تقوية هذه الحالة، لأن هذه الحالة إذا ما قواها الإنسان تضعف إلى أن تتلاشى. فإذا هذا الإحساس النفسي، هذا الشعور النفسي عند الإنسان، ذلك الإحساس القلبي هو من مقومات الإيمان. إذا لم يوجد ذلك الشعور القلبي، ذلك التفاعل القلبي عند الإنسان، فحينئذ هذا مسلم صحيح، لكن الإيمان لم يدخل في قلبه، وبالتالي
عندما لا يدخل الإيمان في القلب لا مجال للإصلاح في حركة الإنسان، لا مجال حينئذ أن يسير الإنسان بسيرة الصالحين. الأمر الآخر أن تلك الحالة النابعة من القلب هي حالة العلاقة مع الله تبارك وتعالى التي هي عبارة عن علاقة حقيقية بالله تبارك وتعالى. يعني هذه الحالة اللي تحركها هي عبارة عن ارتباطه بالله عز وجل وعلاقته بالله عز وجل، وهذه العلاقة هي كما قلنا علاقة لا يوجد ما بإزائها، لا يوجد شيء مقابلها، وإنما كل علاقة يجب أن تنبثق من هذه العلاقة ويجب أن تترتب على هذه العلاقة. حتى ارتباط الإنسان بالأنبياء، ارتباط الإنسان بالأئمة، ارتباط الإنسان بأولياء الله، ارتباط الإنسان بالصالحين يجب أن يكون مترتبا على علاقته بالله عز وجل وعلى ارتباطه بالله عز وجل، ويرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي أشرف مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأنه أقرب إنسان إلى الله عز وجل، لأنه أعبد إنسان لله عز وجل. يرتبط بالإمام الحسين لأنه أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله مخلصا حتى أتاك اليقين. حبه لأهل البيت ليس بإزاء حبه لله عز وجل، حبه للأنبياء، حبه للصالحين ليس بإزاء حبه لله تبارك وتعالى. إذن لابد من تكوين هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى، وهذه العلاقة يجب أن تكون بحد بحيث يكون أعظم شيء في قلبه هو الله عز وجل. الله لا يريد فقط علاقة حب معه، ارتباط حب معه كما قلنا، يريد أن تكون هذه هي أصل تعلقه بأي شيء، هي منبع تعلقه بأي شيء، هي منبع مشاعره ومنبع أحاسيسه. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الإنسان اللي الله مو أحب إله ما إلى طريق هداية، الهداية يجب الله يكون له أحب من كل شيء. الأمر الآخر، هذه العلاقة أحيانا أنت تحب جهة معينة، تحب إنسان، تحب كائن من الكائنات، ولكن لا يوجد علاقة فيما بينك وبينه، فقط موجود حب، لا، هذه العلاقة هي علاقة ارتباط، هذه العلاقة هي علاقة مباشرة مع الله عز وجل. يعني يجب على المؤمن أن يشكل علاقة ارتباط مباشر مع الله تبارك وتعالى. ما لم تتحقق هذه العلاقة بصورة مباشرة لا يتحقق الإيمان. يعني لا يكفي أن الإنسان يقول أنا أحب الله تبارك وتعالى، أنا مرتبط بالله تبارك وتعالى هكذا، لا، يجب أن يكون هناك ارتباط مباشر بينه وبين الله عز وجل، يجب أن تكون رابطة مباشرة بينه وبين الله عز وجل، يجب أن يكون بينه وبين الله عز وجل خطاب مباشر، يسجد له مباشرة. يعني عندما يسجد يمارس علاقة مباشرة في هذا السجود، عندما يركع يمارس خضوعا مباشرا إليه تبارك وتعالى. ومن هنا نجد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن الإيمان يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل. شاهد هنا، وأفضى يعني شنو؟ يعني كان حالة مرتبطة بشكل مباشر بالله عز وجل. هذه العلاقة المباشرة مع الله عز وجل هي من
مقومات الإيمان، ولا يمكن أن تكون هذه العلاقة إن صح التعبير علاقة غير مباشرة بالله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام طبعا يؤكدون على هذه العلاقة في أمور كثيرة، منها مثلا موضوع الدعاء، إلى حد أننا نجد أن الدعاء يوصف بأنه سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أكو حالة خطاب مباشر مع الله عز وجل، تكليم مباشر مع الله عز وجل. احنا بالصلاة يوميا الله يطالبنا أن نتحدث معه، أن نخاطبه مباشرة، أن نتحاور معه مباشرة. لما تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، أنت في الواقع تتحاور مع الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع من الشروط التسليم، الشرط الثالث الرابع من الشروط التي تذكرها الأدلة هو أن تكون تلك العلاقة تتولد منها حالة الطاعة لله عز وجل. يعني تلك العلاقة إذا ما كانت بحيث تتولد منها حالة الطاعة فذلك يكشف عن عدم تحقق تلك العلاقة. شنو الدليل؟ شوف الإمام الباقر هكذا يقول: وصدقه العمل لله بالطاعة وما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل. وصدقه العمل لله بالطاعة، يعني شنو؟ يعني العمل هو علامة صدق الإيمان، كاشف عن صدق الإيمان. إذا ما في عمل معناه أن الإيمان لم يتحقق بحقيقته. إذن الإنسان اللي يقول أنا أحب الله، أحب أهل البيت، أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما عنده التزام ديني، هذا مسلم مو مؤمن. لماذا؟ لأن العلاقة يجب أن تكون بحيث تؤدي إلى الانقياد لله عز وجل، يجب أن تكون العلاقة بحيث يترتب عليها طاعة الله تبارك وتعالى. وصدقه العمل لله بالطاعة. فإذن هذا شرط من الشروط. ومن هنا نجد الروايات الواردة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام تؤكد على هذه الحقيقة، منها هذه الرواية الصحيحة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال: لا تذهب بكم المذاهب، لا تروحون يمين وشمال، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. الإمام الباقر عليه السلام أيضا، الإمام الصادق عليه السلام في رواية صحيحة يقول: إنما أصحابي من اشتد ورعه، من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، فهؤلاء أصحابي. الأمر الرابع أن تكون لدى الإنسان حالة التسليم لأمر الله عز وجل. من شروط الإيمان أن الإنسان يعيش حالة التسليم لله عز وجل. هذه الحالة، حالة التسليم، كيف تتحقق؟ كيف تتحقق هذه الحالة؟ إذا الإنسان بالفعل كان أهم شيء عنده هو الله عز وجل، أحب شيء إليه هو الله عز وجل، لا يريد أن يغضب الله عز وجل، الله هو أعز ما لديه، فحينئذ التسليم يصبح حالة طبيعية. وهذه الحالة إنما تنشأ من طهارة النفس والتعلق الحقيقي للنفس بالله تبارك وتعالى. القرآن يبين لنا أن مشكلة كثير من الذين
انحرفوا عن جادة الهدى هي فقدان هذه الصفة. منها مشكلة إبليس. إبليس مشكلته الحقيقية في ظاهرة التسليم عند إبليس. إبليس ما كان عنده تسليم، مستعد يركع لله عز وجل، مستعد يسجد لله عز وجل، وعبادته عبادة طويلة. لكن هذه الحال، هذه العبادة ما كانت مقترنة بالتسليم، إذن ما كان مؤمنا. إبليس طول هذه الفترة لم يكن من المؤمنين الحقيقيين، لأن الإمام هكذا يقول: والتسليم لأمره. لابد أن تصير عند الإنسان حالة التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. الله يبين لنا في ناس الله عز وجل آتاهم من آياته: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لكن كان عندهم أزمة في التسليم. لماذا؟ بسبب ارتباطهم بالدنيا، بسبب خلودهم إلى الأرض، فما كان يتقبل أوامر الأنبياء، كان عنده رغبات الخاصة التي تحول بينه وبين الله عز وجل. إذا شاف الأمر الإلهي لا ينسجم مع مثلا بروزه الاجتماعي، مع وضع الاجتماعي، هو يريد يكون لنفسه وضع اجتماعي، والله عز وجل يؤمر بأنه أنت لا تروح وراء هذا الوضع الاجتماعي، سلم، ما يقبل أمر الله عز وجل، ما عنده حالة التسليم. هو عنده طموحات الاجتماعية في مقابل الله تبارك وتعالى. الإنسان اللي يحب الله طموح الاجتماعي منبثق من علاقته بالله عز وجل، لأنه كما قلنا لا يوجد في تلك العلاقة ما بإزائها. تلك العلاقة هي منشأ كل العلاقات عند هذا الإنسان، وبقية العلاقات وبقية الرغبات الموجودة عند الإنسان هي ناشئة من رغبته في رضوان الله تبارك وتعالى. ولذا يا أيت لمن يطلع من الدنيا يطلع مرتاح: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني شنو؟ يعني هو ما عنده رغبة في مقابل الله. ولذا شوف علي بن أبي طالب عليه السلام: يا دنيا غري غيري، غري غيري لا تجيني. يتصدى إذا الله يريده يتصدى، يصير بالواجهة إذا الله عز وجل يريده يكون بالواجهة، لكن وجوده بالواجهة ليس طموحا بالنسبة إليه. لذلك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما عنده طموح نهائيا. الذي يريده الله تبارك وتعالى هو مسلم فيه، هو مسلم فيه. ما دام هذا هو في سلامة من دينه ما عنده مشكلة. الأمر الخامس الذي نجد التأكيد عليه في الأدلة المعتبرة: الرضا بقضاء الله، اللي هو أيضا من الأمور الصفات الوثيقة بصفة التسليم. يعني أي شيء الله يكتب لي إياه هو قابل فيه. في بعض الناس، شوف بلعم بن باعورة إن صح أنه هو، لماذا انتفض على موسى عليه السلام؟ دققوا في هذه المسألة. وصار عدوا لموسى. لماذا لما نشوف في التاريخ شخصية مثل محمد بن أبي زينب، بن إنسان متدين إلى أن يدعي النبوة، ادعى النبوة إلى أن قتل، ليش؟ يجي الإنسان أحيانا ما ينظر للمشروع الإلهي، ينظر إلى نفسه: أنا متى أوصل؟ مشكلة إخوة يوسف اللي الله عز وجل ينقلها في القرآن هي هذه المسألة، أن يوسف عليه السلام كان عقبة
أمام طموحاتهم الاجتماعية، وإلا لم يقتلوه. ذلك البغض ليوسف عليه الصلاة والسلام لأنهم وجدوا في يوسف عليه الصلاة والسلام أنه عقبة أمام طموح اجتماعي، فتخلصوا منه، ويعلمون أنهم يعصون الله عز وجل بذلك ليزيلوا تلك العقبة أمام طموحاتهم الاجتماعية. ما عندهم حالة الرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا بقضاء الله مفقودة. ولذا نجد في هذه الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الإيمان له أركان أربعة: التوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله. إذن الرضا هو حالة طبيعية نابعة من نوع العلاقة مع الله عز وجل، بل هذا في نوع من المبالغة، نابعة من نفس العلاقة مع الله عز وجل. ما في علاقة، بقية العلاقات علاقات مزيفة. العلاقة الحقيقية مع الله عز وجل والارتباط الحقيقي بالله عز وجل له نتيجة طبيعية، وهي الرضا بقضاء الله عز وجل. الذي يدرك أن الله بيده الخير، بيده ملكوت كل شيء، وأنه محيط بكل شيء، وأنه يريد الخير للإنسان، ويدرك أنه جاهل، طبيعي يرضى اللي الله يكتبه، يدري هذا هو أحسن له، يدري أنه هو ما يفهم، يدرك جهله وعلم الله عز وجل، يدرك رأفة الله، يدرك رحمة الله عز وجل. نعم قد الإنسان أكو أمور ما تتنافى مع القضاء، مثل شنو؟ يتأثر يتألم مع التسليم بقضاء الله. إذا فقد لإنسان عزيز مثلا شوف سيدتنا ومولاتنا زينب عليه الصلاة والسلام تتألم لفقد الحسين عليه السلام، لكن عندما يسألها عبيد الله بن زياد عليه اللعنة: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ تقول: ما رأيت إلا جميلة. عندها حالة الرضا، هي مو منزعجة من الله عز وجل، هي متألمة لفراق الإمام الحسين عليه السلام، وهي تحب الحسين عليه السلام لأنه ولي الله، وهذا الألم طبيعي، وهو ألم يدل على التوحيد، يدل على العلاقة بالله عز وجل، لكنه ألم يجتمع مع الرضا. تبكي وتتألم ولكن ترفع طرفها إلى السماء: اللهم تقبل منا هذا قربان. الأمر السادس الذي هو من مقومات الإيمان اللي تلوناه في الرواية قبل قليل: التفويض لأمر الله عز وجل. يعني هو يؤدي التكليف وتارك الأمور إلى الله عز وجل، هو مو هام النتيجة، لا يعتني بالنتيجة. لماذا لا يعتني بالنتيجة؟ ليش ما يعتني بالنتيجة؟ لأنه هو يدري هو قاصر، هو ما يفهم، ويدري الله بكل شيء عليم، يدري الله إذا يمنع يمنع لمصلحته، إذا يعطي يعطي لمصلحته، يدري إذا يمكن الله إذا يعطي ينحرف. فعند حالة قبول وتفويض لله عز وجل: اللهم إنك حبست عنا النصر، ما عنده مشكلة، إنما ينتصر ما عنده مشكلة، هو لم يقاتل لأجل أن ينتصر، قاتل ليرضي الله عز وجل. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ولذا يروى عن إمامنا الباقر عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أصبح يقول: بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إليك أسلمت نفسي
وإليك فوضت أمري وعليك توكلت يا رب العالمين. اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وعن ومن تحتي ومن قبلي. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك العفو والعافية من كل سوء ومن شر الدنيا والآخرة إلى آخر الدعاء. إذن حالة التفويض إلى الله عز وجل هي حالة مهمة جدا. في البعض منتظر نتيجة معينة، إذا ما صارت هذه النتيجة ربما ينحرف وربما يكفر وربما يبتعد. أكو كثير من الناس إذا شافوا الحالة الإسلامية قوية أقبلوا على الحالة الإيمانية، هم مع الحالة الإيمانية في ظرف الانتصار لأنهم متوقعين الانتصار، لكن مجرد يعيشون شوية انكسار الله يبتلي المؤمنين أحيانا بهذه الحالات ويمحص المؤمنين بهذه الحالات، يبدي شنو جعل فتنة الناس كعذاب الله. لكن لمن يجي الانتصار، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إذن الإنسان يكون يربي نفسه بأنه يا رب إلا أنت تكتب، أنا مفوض أمري إليك، أنا أدي تكليفي والأمر بيدك. الأمر ليس بيدي غير الله تبارك وتعالى، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فإذا حالة التفويض لله عز وجل هي من شروط الإيمان. الأمر السابع التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. إنسان عندما يعمل، عندما يقوم بعمل، ما يعتمد على نفسه. وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعتمد على الله في مسيرته. مهم أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخيب هذا الإنسان. إذن التوكل من شروط الإيمان. القرآن يبين أن للتوكل آثار، منها هذين الأثرين. الأثر الأول أن من لا يتوكل على الله عز وجل سوف يقع فريسة لهيمنة الشيطان. اللي يعتمد على نفسه، يعتمد على إمكانياته، يعتمد فقط على الظروف الموجودة وما يرجع إلى الله عز وجل، هذا الإنسان لا يمكن أن يتخلص من الشيطان. اللي يتخلص من الشيطان ولا سبيل للشيطان عليه هو من يعتمد على الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني التجئ إلى الله عز وجل من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. اللي يتوكل على الله، الله يرزق البصيرة. في الروايات الصحيحة صرت بصره الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به، لسانه الذي ينطق به. الله عز وجل يسدد هذا الإنسان. الأمر الثاني أن من يتوكل على الله عز وجل، الله عز وجل سيتكفل به. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذن فهو حسبه، يعني شنو؟ لما الله يقول أنا متكفل فيه، هو رب العالمين متكفل بالإنسان، النتيجة الله يعطيه فوق ما يتصور. الله يبين هنا آثار التوكل. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شوف الاعتماد على الله تبارك وتعالى. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أي نتيجة التوكل على الله تبارك وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، إلى آخر آيات القرآن الكريم. إذن ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بس المهم واحد يعتمد على الله في حركته. هذا مو فقط في القتال، هذا في كل شيء، حتى في الأمور النفسية. الإنسان اللي يريد يصلح نفسه يعتمد على نفسه؟ لا أبدا. احنا عندنا في الدعاء: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. واحد يلتجئ له ويعتمد عليه، الله ما يتركه. إذا واحد يلتجئ إلى الله، الله ما يترك الإنسان. من الأمور اللي تستفاد من الآيات الكريمة والروايات أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون فيه. هذا الأمر لماذا نذكره؟ لأمر مهم جدا، وهو أن المطلوب من الإنسان الذي يريد أن يكون من الصالحين أن ينمي حالة الإيمان، أن يقوي حالة الإيمان، أن يستمر في بناء الحالة الإيمانية. لأن تلك الحالة الإيمانية إذا ما اعتنى الإنسان ببناء تلك الروح الإيمانية وتقويتها راح يقع في الهاوية. ولذا أذكر هذه الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط، يعني يستحق الغبطة، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ملعون بمعنى محروم من النعمة، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان. شوفوا، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، فالموت خير له من الحياة. هذا كلام الإمام المعصوم. اللي ما ينمو، اللي قاعد يحاول، اللي يوميا يشوف نفسه مسيرته تجعله كل يوم يزداد بعدا عن الله عز وجل، هذا إذا يموت أسرع أحسن. هذا لا نقول الله يطول بعمره، الله يطول بعمر الإنسان اللي راح يختم حياته بخير. الله يطول عمره لمن الله يريد يختم حياته بخير. لكن إذا حياته راح تختم بسوء، لا، الله لا يطول بعمره، كلنا الله لا يطول بأعمارنا إذا راح يختم لنا بسوء العاقبة. الله يطول بأعمارنا إذا أعمارنا نهايتها سوء حسن العاقبة. إذا كنا راح نموت وأول ما نروح للقبر يتلقانا محمد وأهل بيت محمد صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. أما إذا كان قبرنا عذاب، ليش الله يطول بعمرنا يزيد في عذابنا؟ أبدا. إذن الإنسان إذا ترك نفسه وما تعب على نفسه وما جعل الإيمان يسير إلى الأفضل، هو قاعد يسير إلى الأسوأ قطعا. هذا كلام الإمام، هاي دقق عبارة الإمام المعصوم، مو تحليل صحفي، مو كلام هالشكل. إذن ما هو المطلوب؟ مطلوب يوميا نراجع نفسنا، احنا وين وصلنا، احنا وين محلنا من الاعراب، احنا في اي مكان الان، علاقتنا مع الله قاعد تضعف او علاقتنا مع الدنيا، وعلاقتنا مع الدنيا تقوى او العكس.
يعني يوميا واحد يسولف احيانا بين المؤمنين، والله انا لو ذاك العمل كان مسويه كان وضع الاقتصادي اليوم احسن. يتحسر على وضع الاقتصادي، يندب حظ الاقتصادي، لكن ما يندب حظ مع الله عز وجل، ما ندب حظنا مع الله. اذا مثلا بالاسهم كان خسران، يا ريت ما دخلت بهالمعامله انا مع الدنيا هالشكل، لكن مع الله سبحانه وتعالى شلون؟ مع الله سبحانه وتعالى قاعد نلاحظ ان احنا مع الله علاقتنا وين واصله ام لا. اذن الايمان يزيد وينقص، ونقصان الايمان امر يخوف. ليش يخوف نقصان الايمان؟ لانه قد ينتهي الى عدم الايمان. قد ينتهي عندنا في الروايات أن الإنسان عند الموت قد يسلب الإيمان، عند الموت قد يسلب الإيمان، عند الموت يموت كافرا بالله عز وجل. ليش؟ لأن العلاقة ضعيفة، بقيت عنده علاقة ضعيفة وهي راح تتلاشى. لذلك صحيح لازم يصير عندنا رجاء، صحيح كن لما لا ترجو أرجال منك لما ترجو، لكن في المقابل لازم يصير عندنا خوف على أنفسنا، لازم نخشى والعياذ بالله سوء العاقبة. إذن هذا ما يرتبط بالإيمان. الصفة الأولى للإنسان الصالح صفة الإيمان. الإنسان الصالح عليه أن يحافظ على إيمانه، عليه أن يبني إيمانه، أن ينتبه لإيمانه كما أكثر مما ينتبه لبناء بيته، أهم من ما أكثر مما ينتبه لتأمين وضع الاقتصادي وضع الاجتماعي وأوضاع الأخرى. شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام يجي يقول لي أصحابه، يكلم ميثم التمار يوري عند نخلة، يقول له هذه النخلة راح يجيبوك يصلبوك عليها ويعملون معك كذا وكذا. يسأل أمير المؤمنين عليه السلام أو في سلامة من ديني؟ أنا ذاك الوقت لما يعلقوني على هاي النخلة ما أضر أترك الإيمان؟ أظل مؤمن؟ يقول الإمام إيه أظل مؤمن. شي يسوي؟ يفرح ميثم التمر، يروح يجيب ماء يسقي تلك النخلة. عند هذه النخلة نخلة مباركة. ليش تلك النخلة نخلة مباركة؟ لأنها معلم من معالم الشهادة، مكان من أماكن الوصول إلى الله عز وجل. شو يريد الإنسان غير هذه النتيجة؟ شنو المطلوب غير هذه النتيجة؟ وهل وجد الإنسان في الدنيا إلا لكي يصل إلى هذه النتيجة؟ ما وجد حتى يبقى في الحياة الدنيا. إذن هذه الصفة الأولى التي تذكرها الآية الكريمة. الصفة الثانية اللي تكلمنا عنها وحاجة إلى أن نكمل البحث فيها، وهي مسألة صفة الإصلاح. الصفة الثانية اللي الآيات الكريمة تأكدها صفة الإصلاح، هكذا تقول الآية الكريمة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح، آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإصلاح له موردان أساسيان. المورد الأول إصلاح النفس. المورد الأول إصلاح النفس يعني شنو؟ يعني لازم يغير طريقة مشاعره وأحاسيسه مثل ما قلنا أكثر من مرة، وهذا يتوقف على شيء واحد. إصلاح النفس له مدخل واحد. شنو مدخل إصلاح النفس؟ أرجو تحطوا ببالكم النية. نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. يعني شنو؟ دققوا بهالعبارة الأخيرة.
وكل عامل يعمل على نيته. يعني الإنسان يصلي الصلاة على النية اللي هو صلاها. الفلوس اللي أعطاها واحد صدقة على النية التي تصدق بها. أي شيء يسوي على نيته، يريد بها وجه الله أو يريد بها الدنيا، شو يريد؟ فويل للمصلين. الله مو دائما يمدح المصلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في مكان آخر يقول فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. اللي ساهي عن صلاته يا ويله. القرآن يقول، الله يقول يا ويله. فمو قصة انك صليت وصمت. عندنا هاي الروايات، ما اكثر الضجيج واقل الحجيج. كل عامل يعمل على نيته. انت سويت عمل، اشتغلت في سبيل الله، فعلا كان الشغل في سبيل الله، فعلا كان العمل في سبيل الله، او كان العمل في سبيل الوجاهة، شو الهدف منه؟ معيار اصلاح النفس هو النية، هو النية، هو القصد الذي هو امر سر بين العبد وبين الله عز وجل. قد ينكشف احيانا للعباد، لكن الاصل انه حالة بين الانسان وبين الله تبارك وتعالى. شنو قصد الإنسان من هذا العمل؟ فإذا أهم شيء في الآداب المعنوية يتلخص في كلمة واحدة، وهي النية، وهي النية. هذا ما يتعلق بالإصلاح على المستوى الفردي، إصلاح الإنسان لنفسه. لازم يفكر في نيته. القسم الثاني من الإصلاح، الإصلاح الاجتماعي. الإصلاح الاجتماعي على قسمين. القسم الأول من الإصلاح الاجتماعي، أرجو التدقيق في هذا، الإصلاح في التعامل مع الناس، يعني طريقة تعاملك مع الناس. والقسم الثاني لا، إصلاح المجتمع. راح نتكلم عن القسمين. الآن نجي للقسم الأول. الإنسان عندما يراجع علاقته مع الناس، تعامله مع الناس، يشوف نوعين من المعاملات. القسم الأول التعامل السيء، والقسم الثاني التعامل الحسن. نجي للتعامل السيء بعدين نروح للتعامل الحسن. التعامل السيء مع الناس كما بينا هو مورد من موارد الظلم، والظلم من الأمور التي قد تؤدي إلى عدم قبول العمل وإلى عدم الحصول على الثواب. الظالم أحيانا الله ما يعطي أجر، ما يقبل صلاته لأنه ظالم للناس، ما يقبل عمله، ما يقبل مستحباته. يروح يوم القيامة يشوف كتابه صفر، كان مصلي صايم مساعد مسوي ما أدري شنو، بيشوف الكتاب صفر ما في شيء. يشوف آثام بدون حسنات. شنو السبب؟ ظلم الناس. الله يحاسب على ظلم الناس. أنت لما كنت تتكلم ما تنتبه أحيانا هذا الظلم. شوف ظلم الناس أحد سببين إلى، أرجو الانتباه إلى هذا الموضوع لخطورته. مرات الطبع السيء للإنسان، ومرات لا مو طبع سيء، هو مو ملتفت إلى أن هذا قاعد يزعج الطرف الآخر أو يسبب أذن للطرف الآخر. هذه هم مشكلة. أحيانا الإنسان طبيعته عصبي، طبيعته عصبي، فعلى اللي يسوى واللي ما يسوى يهين الناس. هذا ظلم وإهانة للناس. ما يجوز للإنسان، لا يجوز شرعا للإنسان أن يجعل هذه الطبيعة تتحكم فيه بدون مقتضي. ما يجوز، لأن ظلم للناس. ما يجوز تهين الناس، تهين أي إنسان كان. هذا الإنسان سائق، هذا الإنسان خادم خادمة، أخ أخت ابن بنت، زوج زوجة، قريب من الأقارب، صديق من الأصدقاء،
لا يحق لك شرعا انت ما على المزاج تتعامل وياه. اضبط مزاجك، مو بكيفك تتعامل معه بالمزاج. عندنا بعض المؤمنين يصلي يصوم، تجلي تصلي تصوم، يعمل مستحبات ليالي القدر، واقعا مؤمن، شنو مشكلته؟ تشوفه في بيته سيء الخلق، على اقل شيء سوى مصيبه بالبيت، وهذا ياثر على عملك، ياثر على صلاتك، على صومك. شوفوا هذه الروايه، خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. شنو يعني خيركم؟ يعني اكثركم دينا، اكثركم تقوى، اكثركم صلاحا، اكثركم تدينا، خيركم لاهله. حتى لو كان يقتصر على الواجبات، وذاك اللي شركم لاهله يسوي واجبات ومستحبات. اللي يقتصر على الواجبات واخلاقه جيده مع اهله، مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، افضل من اللي يعمل المستحبات واخلاقه سيئه مع اهله. دينه احسن، تقواه احسن، علاقته مع الله احسن تبارك وتعالى. وسوء الخلق دليل نقص في الايمان، خلل في الايمان، والخلل في الايمان يعني خلل في الثواب، يعني خلل في القبول، خلل في الطاعه، خلل في الرجوع الى الله تبارك وتعالى. تبي تكون خير الناس، تبي لما تصلي الصلاه من شروطها التقوى، تبي صلاتك مقبوله، خل علاقتك بالبيت مع اهلك احسن، بعدين روح صلي مستحب. حسن الخلق في البيت في المنزل اولى من صلاه الليل، اولى من قراءه، اولى من التهجد في ليالي القدر في شهر رمضان المبارك، اولى من ان تختم القران الكريم. هاي كلها مستحبه. اذا تريد ختم القران يكون مؤثر، الصلاه مؤثره، روح حسن اخلاقك في البيت اول، حسن اخلاقك مع الناس، لا تصير سيء الخلق، لا تصير متى ما اردت تشتم تشتم، متى ما اردت تتعصب تعصب، بالمزاج تتعامل مع الناس. لما تكون مرتاح الناس خايفين منك. شر الناس او شركم من اتقى الناس شره، هذا شر الناس. يعني شنو شر الناس؟ يعني اكو مشكله في دينه، اكو مشكله في تقواه. ما يصير شر الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ميزان الكرامة عند الله والتقوى، وضع قوة التقوى أو ضعف التقوى. الذي يتقي الناس شره، هذا أكو خلل في تقوى، أكو خلل في إيمانه، أكو خلل في تدينه، اللي الناس يخافون من تصرفاته وسلوكياته. إذا التصرفات حسنة، إذا الإنسان أخلاقه بالبيت حسنة، مطلوب تصير أحسن. ليش؟ لأن خيركم رسول الله وأرقى شيء، مقولة بتعبيرنا لها من الشدة والضعف. كل ما صارت أخلاقه أحسن، كل ما صار إيمانه أحسن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. يريد إيمانه يصير أكثر، أخلاقه لازم يصير أكثر. ليش؟ شوفوا هذه أنا أكثر من مرة أكررها وأنقلها لكم حتى تسمعوها، لعله ذاكرها عدة مرات. الله يرحمه السيد عباس المهري، شوف أكملكم إيمانا شلون تصير. يقول أنا بالنجف الأشرف بعد الدرس كنا عند الإمام الراحل أعلى الله تعالى مقامه الشريف، إجا واحد قال لمولانا فلان، بس إمام شعر يريد يذمه، يقول الإمام ما قبل يكمل. يقول الإمام غاب عن الدرس ثلاث أيام مريض، لأنه كان راح يسمع غيبة، لأنه يعرف شنو يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لما نشوف عن النبي رواية صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، يا أبا ذر الغيبة أشد من الزنا. ما يقدر يعصي الله. هذا أكملكم إيمانا، خوفه من الله،
إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا تخليه ما يظلم أحد. فالعلاقة حسنة لازم يزيدها حسنا حتى يصير أكثر تدينا. اللي يريد صلاته تكون مقبولة، إن الله إذا رضي من عبد شيئا رضي منه باليسير. هذا ما لازم نقلل من أهمية العبادة، العبادة مهمة، لكن مقومات العبادة، مقومات القبول خلنا نوجدها، مقومات القبول في سلوكياتنا وفي روحياتنا وفي معنوياتنا. أرجو المعذرة على الإطالة. الأمر الأخير أختتم به وإن شاء الله نتكلم في تفصيل، إصلاح المجتمع. إصلاح المجتمع يعني العمل على رفع الفساد عن المجتمع. هذا العمل لضرورته ولأهميته يستحق الشهادة في سبيل الله. إذا تطلب إمام الحسين عليه السلام يعتبر هدف حركته هو الإصلاح في المجتمع. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وما في مانع إذا الإصلاح يتوقف على أن الخيول تسحق الحسين بحوافرها، الحسين ما عنده مانع. إذا الإصلاح في أمة جده يتطلب السبي النساء، تشريد الأطفال، ما في مشكلة. إذن هذا التكليف خطر جدا ومنطقة فراغ في حركة المجتمع الإسلامي. هذا منطقة فارغة، وكأنما الله لم يكلفنا بهذا التكليف، كأن الله كلفنا فقط بالشؤون الفردية. إمام الحسين خروجه للقتال مو لأجل شأن فردي، لم يستشهد لقضية فردية ولا لخلاف شخصي ولا لقضية شخصية، ما عنده طمع في حطام الدنيا أبدا. سبب خروجه لطلب الإصلاح في أمة جدي، هذا هو الهدف. هذا معناه تكليف خطير. إذا نريد نروح نستفيد الفقه من عاشوراء، نستفيد الفقه من سلوك سيد شباب أهل الجنة الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، نريد أن نعرف الإسلام من الإمام الحسين عليه السلام. هذا التكليف من التكاليف المهملة، من التكاليف المتروكة، من التكاليف التي لا نعمل بها، والحال أنه تكليف لعظمته. الإمام الحسين قدم روحه وقدم أولاده وقدم أبناءه قربانا في سبيل الله. هذا التكليف لعظمته. الإمام يقدم من يقول بعد استشهاده على الدنيا بعدك العفو، يقدم شبيه رسول الله، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. يقدم ليش؟ لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يواجه الحسين كل صنوف المعاناة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، سلام من لو كان معك بالطفوف، لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف. السلام عليك سلام المفجوع المستكين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليب، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. أهو عرس أم مأتم فيه يعلو،
لبنات الزهراء أي دوي وذبيح يحق في كل عضو منه أن يفتدى بذبح زكي تتوارى الأقمار حين تراه من محيا معفر قمري ولقد كان أشبه الناس خلقا خلقا منطقا بخير نبي وهو يدعو أباه شجوا بصوت متلاش مما عراه خفي أبتاه عليك مني سلام قد سقاني جدي بكأس هني فأتاه الحسين يسرع بالخطو ويعدو وقور آل لؤي فرأى جسمه الموزع أضحى قطعت فوق الصعيد السوي فرمى نفسه عليه حزينا بفؤاد دام وطرف خفي نادبا عنده بني على الدنيا العفا يا شبيه خير صفي دخل رجل نصراني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الناس أنت رجل نصراني ولا يصح لك دخول المسجد فقال لهم إني رأيت البارحة في منامي رسول الله ومعه عيسى بن مريم فقال عيسى أسلم على يدي خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فإنه نبي هذه الأمة حقا وأنا أسلمت على يده وأتيت الآن لأجدد إسلامي على يد رجل من أهل بيته فجاءوا به إلى الحسين عليه السلام فوقع على قدميه يقبلهما فلما استقر به المجلس قص عليه الرؤيا التي رآها فقال له الحسين عليه السلام أتحب أن آتيك بشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله قال بلى سيدي فدعا الحسين عليه السلام بولده الأكبر وكان إذ ذاك طفلا صغيرا قد وضع على وجهه برقع فجيء به إلى أبيه فلما رفع الحسين البرقع عن وجهه ورآه ذلك الرجل وقع مغمى عليه قال له الحسين عليه السلام صب الماء على وجهه ففعلوا
فلما أفاق التفت إليه الحسين عليه السلام وقال: يا هذا، إن ولدي شبيه بجدي رسول الله. قال الرجل: إي والله. فقال له الحسين: يا هذا، إذا كان عندك ولد مثل هذا وتصيبه شوكة ما كنت تصنع؟ قال: سيدي، أموت والله. فقال الحسين: أخبرك أني أرى ولدي هذا بعيني مقطعا بالسيوف إربا إربا. هلا من منادٍ وعليا وعليا وعليا. ذكر أرباب المقاتل أنه لما قتل أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته، تقدم ولده علي الأكبر فاستأذنه للقتال، وكان علي الأكبر من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا. فنظر إليه الحسين عليه السلام نظر آيس وأرخى عينيه بالدموع، وأطرق برأسه إلى الأرض لئلا يراه العدو فيشمت به. وقيل إن الإمام قال له: ولدي علي، إلي إلي، أودعك وتودعني، أشمك وتشمني. فاعتنق الحسين ولده وجعلا يبكيان: أويلي من تلاقى وعند الوداع، مشابك طول لمن هو للقاع، لاعبنا لبيا والأبو لاع، على ولاده يا ويلي وداع الأقشر، يشم حسين خد ابنا ويحبه، ودمع ابنا مثل ودمعه مثل دمع ابنا يصبه، النار اللي بقلب ابنا بقلبه يخفيها على ابن ونوب تظهر. يقل والدمع بالعين دفاق، بعنبرة مكسرة وبقلب خفاق، يا بويا وداعت الله هذا الفراق، يا بويا شبيدنا هذا المقدر. ثم إن الحسين رفع رأسه مشيرا بسبابته إلى السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم امنع عنهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم دعدوا علينا يقاتلوننا. وصاح بعمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولا بارك لك في أمرك، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم تلا قوله تعالى:
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فكأنما علم العلي الأكبر الرخصة من أبيه فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي وجعل يقاتل القوم مقاتلة الأبطال حتى قتل على عطشه 120 فارسا هذا والحسين واقف بباب الخيمة وليلى تنظر في وجهه فتراه يتلألأ نورا وسرورا بشجاعة ولده علي ولما برز إليه بكر بن غانم تغير لون وجه الحسين فقالت له ليلى سيدي أرى لون وجهك قد تغير هل أصيب ولدي بشيء فقال لها لا يا ليلى ولكن برز إليه من أخاف منه عليه يا ليلى ادعي لولدك فإن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها دخلت ليلى إلى الفسطاط رفعت يدها إلى السماء قائلة إلهي بغربة أبي عبد الله إلهي بعطش أبي عبد الله يا راد يوسف إلى يعقوب اردد إلي ولدي ولدي عليا يا راد يوسف من مغيبة أعلى يعقوب ومسجن نحيبة أريد أن علي سالم تجيب قال الراوي فاستجاب الله دعاء ليلى ونصر عليا على بكر بن غانم فقتله وحز رأسه وجاء به يحمله إلى أبيه وهو ينادي العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجادني فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء ادركني يا أبويا وجيب لي قطرة مية رفرف على راسي ترى طير المنية يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب يا مقصد الوافد وظن والداحي الباب أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذاب وغارت عيوني واظلم الوادي علي أنا وغارت عيوني واظلم الوادي علي فبكى الحسين وقال واغوثاه من أين آتي لك بالماء يا قرة عيني قاتل قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا رجع علي الأكبر وجعل يقاتل حتى قتل تمام المائتين
قال حميد بن مسلم كنت واقفا وبجنبي مرة بن حسين. حسين يا حسين قد بلغ الشوق بنا مدى.